في عندي سيبريت الاكسايتد. هلا هذا بيختلف شوي الكي في، وحدات الكي في بهذا السؤال بتختلف عن السؤال السابق. المهم انك تفهم كي في شو وحداتها وايش معناها. عندي هون سيبريت الاكسايتد دي سي موتور، فعندنا هون هاي دي سي موتور، هاي الفيلد، والفيلد سيبريتلي اكسايتد. وراح ناخذ المقاومه تبعت الفيلد نحطها كلمبت ريزيستر. هي طبعا واضح انها مش لمبت ريزيستر، هي ديستريبيوتد في الداخل. يعني لما بلف السلك تبع الفيلد راح يكون في له مقاومه وله اندكتنس. هاي الاندكتنس راح تعطيني الفيلد الفاي، وهاي ريزيستنس راح تعمل ليميتيشن على هذا هون فيد فروم ا فولي كنترولد تو بلس ريكتيفاير. فولي كنترولد، فعندي هون 4 اس سي ارز. طيب نحط الفيلد ريزيستنس، الفيلد ريزيستنس 175 اوهمز، وهذا رقم منطقي. يعني تقريبا اذا بنحكي ب 200 فولت 300 فولت 400 فولت عم قديش الفيلد كارنت؟ عم نسحب 1 2 امبير. اوكي، هذا رقم منطقي. بعدين عندي السبلاي هو نفسه نفس السبلاي اللي بيغذي هاي بيغذي هاي، لكن هذا راح نخلي الزاويه هون الفا، هاي الفا راح نثبتها على 0 ديجريز، فكأنه هو uncontrolled، يعني كأني أنا حاطط 4 diodes منه. بعدين عندنا RA بتساوي RA بتساوي 0.25 ohms، وعندنا LA. وين قلنا LA بتهمني؟ بالترانزينت، أو لما بدي أطلع سيستم داينامكس موديل ترانسفير فانكشن. عندي RA بتساوي 0.25 اومز، ما اعطاني LA، بس رح نفترض انه هذا اللود هيفلي اندكتيف لود such that انه الكرنت دي سي. وبعدين عندي هون هلا رح ناخذ هاي من فولي كنترول ريكتيفاير كمان نفس الشيء، فعندنا هون 4 SCRs. هاي 1 2 3 4، ونفس الاشي هون عندي هاي السورس AC سورس. هلا هذا السورس 440 فولت، اذا ما ذكر اشي تاني ايش بفترض انه؟ RS 60 هرتز تاريخي، لانها كانه جاي من امريكا، او مثال على اشي امريكي. 60 هرتز 440.25 في الكرنت ريزيستنس 175. عندنا كي في، هلا هون كي في بدنا ننتبه عليها. كي في تساوي 1.4 فولتس بير امبير بير راديان بير سكند. احنا متعودين كنا على كي في انها تكون فولتس بير راديان بير سكند عشان اطلع منها الباك اي ام اف. هون بالحاله هاي هو رابط كي في رابطها بالفيلد كرنت، فهذا الامبيرز هي فيلد كرنت. فكانه هون عمل حط عشان الكرنت هذا، هذا الكرنت هو قيمه اي اف، فحتى اطلع الباك اي ام اف، مش الباك اي ام اف بيعتمد على فاي، واحنا بالسابق فرضنا انه فاي كونستنت. اذا فاي بطلت كونستنت لازم ادخل شيء يفرجيني انه فاي تغيرت. فكي في هون وحدتها اليونتس تبعتها مش فولتس بير راديان بير سكند، بحيث انه لو عندي السرعه ان راديانس بير سكند اضربها في 1.4 تعطيني الباك اي ام اف ان فولتس. هون بالحاله هاي كي في هي فولتس لكل امبير اوف فيلد كرنت، لكل امبير اوف فيلد كرنت. فلازم اضرب في قيمه الفيلد كرنت اول شيء، بعدين بضرب فيه، فصارت كانها هي هون دخلنا فيها فاي بشكل غير مباشر. ما فيش مشكله، المهم انك تكون فاهم هاي كي في تشبه كي في اللي هناك نفس الشيء. حتى اطلع فعندي الباك اي ام اف في اي ام اف بتساوي الان كي في في اي اف في اوميجا. بالحالات السابقه كنا ناخذ مباشره كي في في اوميجا، لانه وحده كي في هناك كان داخل فيها الاي اف،
كان مضروب فيها اي اف. بتحب تسمي كي في شيء ثاني؟ ممكن نسميها شيء ثاني ونطلع منها كي في اللي احنا كنا نعرفها. هلا من الحل ببين. هاي عندنا كي في حطيناها، ولا كي في نفسها بنستخدمها حتى نطلع ايش؟ تورك. تورك. اذا كمان عندي هون التورك بده يساوي كي في في اي اف. هاي كانها كي في في اي اف، هي كي في القديمه اللي كنا نستعملها بالاول، بعدين مضروبه في اي. هلا لاحظوا احنا حطينا هدول السيمبلز حطيناهم ابر كيس، لانه عمالنا بنركز انه هون عم بشتغل على ستيدي ستيت. لو انا مهتم بالترانزينت او بالهاي كان بسميها اي اي از ا فانكشن اوف تايم، بس انا تخلصت من الترانزينت من هون عم بركز على ستيدي ستيت، فحطيت اي اف واي اف واي اي حطيتهم كابيتال. وحتى ممكن لو بدي افترض انه سبيد كونستنت وستيدي ستيت، بدل ما احط هيك احط هيك. اوكي فاهمين؟ هذه ستيدي ستيت كونديشنز. في شيء ثاني كمان. لا هاي بير ريدينس بير سكند مش بير ار بي ام. بدك تنتبه طبعا احيانا اليونتس هاي بتكون بير ار بي ام، بس المهم انه تحويل وحدات، المهم الوحدات تكون صحيحه. طيب ايش عندنا كمان؟ اي اي 45. الارمتشر كرنت بدنا نحط هلا الفايرنج انجل هون الفا اي بدها تكون 60 درجه. 60 درجه بالنسبه لمين؟ بالنسبة للزيرو كروسنج تبع هذا سنجل فيز مش ثري فيز. لو كان ثري فيز في عندي مينيمم انجل، هاي المينيمم انجل هون زيرو. هناك كانت المينيمم انجل 30 بالنسبة لار او 60 بالنسبة لار ماينس اس او اي ماينس بي. وعندي الكونفرتر الديلي انجل 60 والارمتشر كرنت بيساوي 45 امبير. اذا هون في عندنا ارمتشر كرنت اي اي بيساوي 45 امبير حتى اعطيني التورك المطلوب. هلا المطلوب انه نطلع التورك، هي المطالب A والسبيد اللي بده يستقر عندها السيستم، واحنا عارفين انه هو اتستل مشي 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 وصل ستيدي ستيت، وعلى ستيدي ستيت صار الكرنت هون اي اي 45. هلا نذكر حالنا بالمعادله، رح نذكر حالنا بالمعادله هلا اللي تطلع عندي هون للفولتج. هون رح يطلع معي في افرج مش هيك؟ او في ارمتشر. في افرج تساوي رح تساوي في بيك على باي على 2 كوساين الفا. اوكي مزبوط. ولو كانت الفا 0 رح تصير هذه 1. رح ترجع هاي المعادله اللي اخذتوها بالسيركتس مش هيك؟ الافرج تبع فولي ريكتيفايد سيجنال مش هيك؟ ولو انها هاف ريكتيفايد سيجنال شو بروح منها؟ اوكي. طيب عندنا اذا هذه هلا هون هيك اظن عندنا كل المعلومات المطلوبه. طيب شو رايكم اول شيء نحسب؟ هلا هذا الفولتج سورس هو نفس الفولتج سورس هذا بس انا راسمه، فهذا راح يكون 440 فولت ات 60 هرتز و 440 فولت ار ام اس. فبقدر الان احسب. هلا رح نفترض انه هون عندي الافرج فولتج بيطلع بيور دي سي، او يعني الكرنت اللي بمر هون بده يكون بيور دي سي، راح اعمل الريبل اللي موجود فيه، فبدنا نطلع الافرج فولتج اللي هون. اذا الافرج في افرج تبع الفيل ايش رح يساوي؟ 440 هذه ار ام اس، لازم اضربها حتى اطلع البيك في جذر الاثنين اللي صارت ام دي في بي. بدي اقسمها على باي على 2 والفا هون 0 فبتكون كوساين 0 واحد. فالمفروض الفولتج يطلع معنا تبع الفيلد، حد يحسبها بس يتاكد من الرقم على آلته الحاسبه. انا عندي هون 622.25. هلا هو فعليا الفولتج رح يكون شكله زي هيك، بس احنا رح نفترض انه هذا هيفلي اندكتيف لود، بحيث انه الكرنت اللي بمر بيعتمد على بمرش من الاي سي اللي موجود هون، بمر بس شيء مرتبط في الدي سي. فراح اقسم اذا مباشره ايش الاي فيلد الان؟ راح يصير 622.25 على 175. هو فعليا راح يكون في ريبل، في ريبل بسيط، بس انا راح اعمل هذا الريبل، راح افترض انه الرقم غلط هذا؟ 396.3 هاي 600 ايش لازم تكون؟
640 في جذر 2 على باي على 2 اسف 396.14 انا الرقم انا اللي نقلت الرقم غلط 396.14 فبصير عندي الان هذا الرقم 396.14 قديش بيطلع الكرنت 2.26 امبيرز مضبوط هذا الرقم هلا اذا بدك تطلع كي اللي احنا كنا نعرفها بامكاني اضرب الكي في الان في اي اف بصير عندي كي في الجديده يعني بصير عندي كانه كي في داش بتساوي كي في مضروبه في اي اف وكي في قديش كانت قيمتها 1.4 مضروبها قديش الكرنت هون عندي 2.26 قديش 1.4 في 2.26 3.164 امبيرز هلا هون ايش الوحده عفوا مش امبير ايش الوحده هلا الجديده تبعتها صارت راح يروح منها الامبير تبع الفيلد كرنت فراح تصير فولتس بير راديان بير سكند فولتس بير راديان بير سكند هاي الوحده تبعتها وهاي هي الوحده راح نستعملها حتى نطلع التورك ونطلع الباك ام طيب اذا عندي هلا هذا جاهز من هون هذا الجزء طلعناه طلعنا الاي اف هلا اللي بدنا نطلعه الان هو التورك التورك بيساوي كي في في اي اي كي في داش في اي اي فالتورك الجنريتد الالكترومغنتيك تورك راح يساوي كي في داش مضروب في اي اي كي في داش اللي هي 3.164 مضروب في اي اي اللي هي كانت 45 فالمفروض يطلع التورك معنا 142.4 نيوتن لانه وحده كي في داش كمان ايش هي نيوتن متر بير امبير نفس الوحده هاي يعني هاي الوحده كمان تساوي فولت نيوتن متر نفس الكي في كي في داش فضربنا كي في داش في اي اي اعطتنا التورك هاي جواب السؤال الاول اللي هو التورك المطلوب هلا بدنا نلاقي السرعه هلا السرعة كيف بدنا نطلعها؟ احنا عارفين السرعة إذا ضربناها في كي في راح تعطينا الباك إي إم إف مضبوط؟ والباك إي إم إف احنا عارفين بدنا نطلع قديش الفولتج اللي هون عند النقطة هاي وهاي أول شيء بدنا نطلع في إس أو في افريج تبع الأرمتشر. في افريج تبع الأرمتشر على ايش راح يعتمد؟ على كوساين ال 60. إذا عندي في افريج أرمتشر بيساوي في بيك على باي على 2 كوساين ال 60 كوساين ال 60 نص مظبوط فبصير عندنا نفس هذا الرقم بس نصه المفروض يطلع اللي هو 186.8 لا 198.07 حد يتاكد منها 198.7 نعم كانه هاف انا هون اخذنا الزاويه طبعا هون اخذنا الافرج احنا نفس الشيء ايش الفرض اللي فرضناه عندنا طبعا كونتينيوس كرنت اكيد راح يكون كونتينيوس كرنت وفرضنا انه هذا هيفلي اندكتيف لود لدرجه انه الكرنت اللي هلا راح يمر من هذا الفولتج راح يكون بيور دي سي اذا صار عندنا 198 هلا اذا المعادله راح تكون في افريج ارمتشر بتساوي اي اي في ار اي زائد في في ام اف في افريج بتساوي 198.7 تساوي 45 قديش ار اي 0.25 زائد الباك اي ام اف بدنا نطلع فبصير عندي في اي ام اف بيساوي 198.07 ناقص 45 في الربع قديش بيطلع 186.82 هذا الباك اي ام اف هلا الباك اي ام اف راح يرتبط بالسرعه عن طريق مين؟ كي في داش اذا عندنا هون لو حلينا بهاي المنطقه عندي صار في اي ام اف بيساوي كي في داش مضروب في اوميجا اذا اوميجا بتساوي 186.82
على 3.164. تطلع in radians per second. 59.05. وحولها لـ RPM. 564.13. اوكي 564 RPM.